الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. جزا الله الشيخين مزمل وبكر على ما قدماه وأفاداه في هذه الجلسة. وموضوع الجلسة كان مفهوم الجماعة الذي يدعيه الكل. يعني نفتح فرصة للأسئلة وأنا ببدأ بسؤالين إن شاء الله. طيب السؤال الأول، يعني إحنا طبعا عايشنا الجماعات منذ فترة، ولو تذكرون إنه قبل فترة الدعوة دي كان فيها حاجة اسمه أمير الدعوة. أمير الدعوة طبعا أصلا بدعة، يعني سرقت من جماعة التبليغ، الناس اللي بيشيلوا عفاشهم بخرجوا ديل عندهم أمير. تسربت هذه البدعة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم إلى جماعة أنصار السنة. الناس اللي عارفين التاريخ إنه في الفترة من الفترات كان يقال أمير أنصار السنة، صح ولا لا؟ لعله بعد كثرة الإنكار انتقلوا من أمير إلى شنو؟ رئيس، ومن ثم إلى الأمين العام ما أشبه ذلك من المسميات. أول والد زي ما ذكر يعني. يعني هل هناك فرق بين الأمير والرئيس؟ ده السؤال الأول، ولا الشغلان كلها واحدة؟ السؤال الثاني، يعني الآن كثير من الحزبيين، ولما نقول الحزبيين معناها بنقصد إنه أي زول داخل في جماعة، سواء كان يعني جماعة أنصار السنة أو الجمعية. فأنا طبعا كنت في الجمعية أصلا، وهي أشد حزبية من أنصار السنة. ليه؟ لأنه أنصار السنة دي الناس بروس، يعني أنت لو معاهم وافقتهم في أي جزئية هم خلاص بيقبلوا منك وبوالوك، لكن دي لك إلا توافقهم في كل الأمور الجمعية. فهي أشد حزبية، لأنه بشوفوا نفسهم هم السلفيون في البلد دي، يا معاهم ولا أنت برا، فحزبيتهم أشد يعني. ودائما الإنسان قدر ما يكون قريب من أهل السنة بيكون حزبيته أشد من غيره. ف يعني في بعض الحزبيين الآن لما الإنكار كثر عليهم إنه ما بتشرحوا أصول السنة، كتاب أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل زي محمد مصطفى، طبعا ما أقدر أشرحه، معلش السؤال يمكن طويل لكن في النهاية بيديك النتيجة. يعني ليه ما أقدر أشرحه وأنا بقول للناس طوالي كده؟ لأنه الأصل الرابع لعله ولا الخامس، ونسكت شنو عما شجر ودار شنو بين الصحابة، يشرحوا كيف؟ إلا يكون يعني في صوفي بس بيجي يكلم الناس في التوحيد، ما ممكن. فما ممكن يقدر يشرح أصول السنة، ولن يشرح أصلا. في بعض الحزبيين لما سمعوا الكلام ده إنه ما بقدروا، عملوا لهم شنو؟ دورات شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وده طبعا يعني لابس ثوبي زور، متشبع بما لم يعطى. يا جماعة، هل يعقل إنه زول يعني هو مخل بأصل أصول السنة أو مخل بأصول السنة يشرح أصول السنة؟ فالسؤال طبعا يعني إن كان طال نريد من الشيخين يعني بيان أكثر وحقيقة في هذا الأمر. السؤال الأول موضوع الأمير ثم الرئيس و سامع السؤال. ما انت الان برضه سمعت يعني. هو الشيخ جاوب، جزاه الله خير. دي كلها باطله زي ما قال الامام النجمي رحمه الله تعالى، اتكلم عن مساله الاماره، وقال هم بيستدلوا باماره السفر على اماره الحضر، ده دليلهم هم، ما عندهم دليل غيره. وبين جاب روايات للحديث نفسه، روايات للحديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإمارة دي خاصة بالسفر، وجاب روايات موجودة في شرحه لشرح الإمام النجمي لكتاب شرح السنة للبربهاري، لا عفوا، في مجلدين فتاوى للإمام النجمي، الفتاوى الجلية للإمام النجمي رحمه الله تعالى. في الفتاوى الجلية جاب الروايات لحديث السفر تبين إنه الإمارة في تلك الأحاديث أو في حديث السفر خاصة بشنو يا جماعة؟ بالسفر. أو بعد ذلك يكون أمير بتاع دولة، رئيس، البشير، سلمان، غيره من الحكام والأمراء والسلاطين، ديل فيهم نصوص إنه يطاعوا كذا وكذا. أما جماعة ساكت 14 نفر 50 نفر 1000 نفر يعمل لهم رئيس، وبعدين عاملين نفسي شغلة الأخوان المسلمين موزعين نفس الشغل، لاحظت انت؟ نفس التنظيم بتاع الاخوان المسلمين، وده كلام باطل، كلام ما صحيح. واحد ذاك اجتمعوا بينا برضه في المسجد بتاع الصحافه طابق الفوق ناحيه جنوبيه، اجتمعنا فوق وقعدنا فوق على الوقت ذاك احنا معاهم، قالوا عندهم الخطه الـ25ية، يعني بعد 25 سنه قادر يحكم هذه البلاد. والله العظيم جد جايبين واحد شايل القلم بتاع النور ذاك، اسمه في قلم كده عنده نور ما بعرفه، بنور وجايب سبوره
بعشر لهم بالنور خمسة سنوات ننتقل للخمسة البعدية وبالنور تقدر تحكم السودان وخمسة سنوات ننتقل للبعدية وهم ساكت وهم ده هو الساكت يا ناس الأنبياء كانوا دارين من الناس يوحدوا الله ويستقيموا على شريعته ده دين الأنبياء ما كان هم زول إنه همه إنه يحكم زي ما هو حاصل الليل فده باطل فالإمارة اللي بيسووها دي باطلة ما صحيح النقطة الثانية هنا أي وكتب السنة أي نعم كتب السنة ما بيشرحوها في الأصل لكن زي ما قال الشيخ إنه الآن لما كثرت عليهم الضربات بيقول شنو يقول لك شيخ فلان يشرح الشرح كيف الشرح بيمسك له حاجة بيرق لك برا الموضوع من أجله كتب الكتاب أصلا ما يزول شرح كتاب للتوحيد أو كتاب للسنة أو أصولها معناته هو سلفي انتبهوا للمسألة دي الصادق عبد الله ده تكفيري شرح الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات منهج نافع ما نافع فما يغشك زول إنه يقول لك ده عشان يتكلموا فيه إنه ما بيشرح كتب السنة بكرة يسمع الكلمة دي طوال يعمل له إعلان لشرح وصول السنة والشباب ينشروا يقولوا هذا منهج صحيح دي بقت شباك وسنارات بيرموها للشباب وده ده الحاصل فشغل في المنهج نفسه منهج الشيخ نفسه ولما شرح ذاته قال شنو ده برضو موضوع طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بالنسبة للسؤال اللي جاوب عليه الشيخ عمر هو في الحقيقة سأل وجاوب والشيخ مزمل أضاف وأنا داير أضيف اللي هو مسألة أو اثنين الأولى مسألة الإمارة اللي بتكلموا عنها إنه الدعوة تكون لها إمارة ولها أمير يسمع له ويطاع في عدة مخالفات منها أنهم جعلوا النصوص الواردة في الجماعة وفي الاجتماع جعلوها في جماعتهم هم يعني النصوص اللي وردت من نصوص الكتاب والسنة عليكم بالجماعة ومن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان النصوص دي في شنو يا أخوانا هل في جماعة مثلا أنصار السنة أو في جمعية الكتاب والسنة يعني الفارقة يقتلوا كائنا من كان عياذ بالله هذه النصوص في جماعة المسلمين اللي إمامهم الحاكم المسلم هذه هي الجماعة المعترف بها شرعا أما الفرق والجماعات دي كلها تعتبر من الفرق من السبل الضالة وجماعة السنة يعني الجماعة السلفية على الكتاب والسنة هي بتكون تحت إمرة الحاكم لكن ما عندها أمير تحت إمرة الحاكم دي المخالفة الأولى المخالفة الثانية ودي مسألة بتخل بأصل المنهج ذاته ودي أخطر أنهم في مسألة الطاعة يا أخواننا قضية الطاعة نحن أصلنا قبل الكلام ده الشيخ مزمل يتكلم عنه الطاعة لله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام هذه الطاعة لكن كونه أنا أجعل لي إنسان أطيع في كل ما يقول ويفعل ويأمر وينهى دي مسألة مخالفة للشرع ذاته عشان كده هذه الجماعات وقعت في المخالفة لأصل المنهج السلفي لأصل المنهج لأنه جعلوا لهم أشخاص يوالوا عليهم زي ما عندنا في الطرق والجماعات الصوفية وغيرها إنه بيجعلوا الدين هو طاعة الشيخ انتبه الدين طاعة الشيخ لما انت تجي تقول لي لابد احنا نخرج الناس من تبعية التصوف تصوف تبعية للأشخاص وموالاة ومعادة على الأشخاص
لما تقول احنا ده نخرج الناس من التبعية دي، طيب نمشي وين؟ لتبعية جديدة. بدل كانت تبعية باسم التصوف تبقى تبعية باسم السلفية، وده باطل كله. السلفية ليست لها تبعية لشخص معين. طيب السؤال هنا لا ده غيره. قال جمعية إحياء التراث، طبعا دي جمعية الناس ما بعرفوها ذاته هنا ولا عندهم خبر عنها. جمعية أصلا برا السودان عندها بعض الخدمات بتقدمها للحزبيين وللمنحرفين، وهي جماعة أو جمعية إخوانية، وكان على رأسها عبد الرحمن عبد الخالق، وأظن حتى الآن والرمضاني وغيرهم مجموعة، ويتبع لهم ناس الحلبي ومجموعات دي كلها. في النهاية هي جمعية إخوانية تدعم التكفيرين وغيرهم من المنحرفين، ونحن لا صلة لنا كثيرة بها في البلد دي هنا، وما من الأمراض الموجودة عندنا. في الفرعية الثانية من السؤال بيسأل عن الآية، ودي شبهة والإجابة عنها مهمة. أنا شايف بيقول ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. السبل هنا جاءت مجموعة كثيرة، وإحنا قبل مرة معانا في الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ففي الشريعة السبل مذمومة، لأنه طريق الحق واحد لا يتعدد، وطرق الباطل كثيرة، والطريق اللي بيودي الجنة واحد، والطرق اللي بتودي النار كثيرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها واحد، سعيها واحد، سعي الجنة واحد، أما سعي النار كثير. سبل كلها بتودي النار، مشيت بهنا بتمشي النار، مشيت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، وعن جانبيه خطوط، شمال خطوط معوجة، يمين خطوط معوجة، كلها بتودي جهنم. يعني جهنم دي ما دار لها صراط مستقيم، أي صراط بودي إلا صراط الحق بوديك الجنة. طيب كيف نفهم الآية لنهدينهم سبلنا؟ سبل كثيرة. السبل المقصودة هنا هي طرق الخير داخل المنهج السلفي، أو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هي أبواب الخير. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب. قال له والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، إلى آخر الحديث. إذن السبل في الحديث هنا سبل الخير، صوم وصلاة وبر والدين وإحسان وصدقة وصلة إلى آخره. ده المقصود من الآية. بالنسبة يا أخواننا للتسمية بإنجيل، أنا ما أدري ما هو المعنى المقصود بالتسمية دي، ولكن على العموم الإنسان ينبغي له يتسمى بالأسماء الطيبة المعروفة، ينبغي له يتسمى بالأسماء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في معناها وفي نحوها، كعبد الله وكل ما عبد لله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الغفور، كل ما عبد لله هذه خير الأسماء، وأصدقها حارث وهمام، إلى آخر الأسماء الطيبة، وغيرها من أسماء الأنبياء، من أسماء الصحابة، من أسماء علماء الأمة والأجلاء. الإنسان يتسمى به وما يبحث عن الأسماء الغامضة والأسماء اللي قد يكون فيها إشكال، هذا على وجه العموم. لكن أنا ما أعلم كلمة إنجيل بالذات. أيوة الأسماء المشهورة بالشر دائما الزول يتجنبها، يعني ما تمشي تتسمى لك باسم، وإن كان في أصل الاسم خير، لكن أنت إذا كان مشتهر به زول معين، مشتهر به واحد من دعاة الضلالة، أنت تجنب. قول طيب نسمع. طيب الناس تستفيد اكثر، هذه فرصه. ناصر سلم. بالنسبه للايتام الذين ياخذون يعني اعاشه من الحزبيين، هل يجوز لهم ان ياخذوا هذه الليمون ويصوروه؟ بالنسبه لشنو؟ الايتام. ايوه. الذين يعني ظروفهم قاصره. طيب. سواء كان يتناولوا من المركز العام. نعم. 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 قال بالنسبة للأيتام بيشيلوا إعاشة ومراتب شهري إلى آخره،
من الجماعات والجمعيات الحزبية عموما أو من أهل البدع والسعة عموما يعني أيا كانوا ما بيجوز، ما يجوز، لأنه يا جماعة أنت لو أخذت منهم زي ما قالوا النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فلو أخذت منهم بعد شوية هتكون واحد منهم، وإذا ما بقيت واحد منهم أقل ضرر بالحقك ما حترضى الكلام فيهم ولو كان بالحق، يعني ترد الحق الذي هو من الكتاب والسنة من أجل اللقمتين بتاعت كسرة كان بيدوك اليوم، وده الحاصل الليلة. أنت قاعد مش الأيتام، وبعدين جواكيم كبار، أيتام شنو وجواكيم كبار، دكتور فلان وعلان بياكلوا أي وفي غرفان بتجي بعيد البتاع والرمضان بيجي بيجيب شيخ، شيخ تليع يجي يجامل في الحق ويتمسح في عبد الحي. ليه؟ لأنه في رمضان بيرفع له شوال سكر واثنين كيلو طحنية وجلكان الزيت، يجي يعمل له غلغلة ويحارب دعاة التوحيد، وواحدين يمشوا حرشوا عليك البواليس كمان شوال سكر بس كيسين دقوة يبليك البواليس، خلي لها يتمدل مع صغار. فينا جواكيم كبار وواحدين خريجين المدينة كمان بل أغلبهم ذاته اللي عاملين لنا مشاكل ديل جاي من غادي، دكتوراه 20 سنة بحضر، حضرك حضرك حضرك، يجي هنا شوال سكر يلخبط له وبرنامجه والدكتوراه كلها تلخبط شوال سكر بس، واثنين كيلو طحنية ثلاثة بتاع زيت، ده الحاصل والله. ولو جيته لسميته، لكن لكن زادوا يسموا منه يخلوا منه شغلة دي كثيرة. لو احنا شلنا زمان ونحن زادنا، المهم الشغلة دي معروفة يعني ما بتحتاج لفلان ولا علان، هو ده الأصل. الأيتام ديل هو اللي بيجيهم ذاته قليل، ده الفتفات بس اللي بيجي الأيتام ديل ده إن جاهم ذاته ده الفتفات. المهم يا جماعة زول ما يبيع دينه كان صغير ولا كبير، ما يبيع دينه من أجل لعاعة بتاع الدنيا يا جماعة، زول حافظ على منهج ويحافظ على دينه. هي الجماعات دي خلي الأشخاص الشيوخ اللي قلتهم لك دين، الجماعات الكبيرة دي بلعوها ناس، جماعة كاملة بيبلعها زول واحد شلب، دول حيدة ما بلع جماعات، جماعة كاملة بلع من أجل بتاعت الشهر دي ذاته، جماعة كاملة. يا أخي أنا لما رديت على عبد الحي يوسف الكتاب بتاعي طلعته صغير، ذاك واحد من شيوخ أنصار السنة الكبار، عرفته بتاع المركب من المركز العام، خلاص قال لي والله كتابك ذا وقف لي مرتب شهري كان بيجي للمعهد بتاعي، ما أقدر أسمي، قال وقف لي مرتب كان بيجي للمعهد بتاعي، والله قال لي كده. أنا في الأول قالوا بيهزر لأنه كنت معاه وبقيت أضحك، قلت له جيت المرة الثانية ثاني قال لي، ففهمت الحاصل. فناس ناس يعني مرتزقة بطريقة عجيبة، خلاص وأريتهم لو أكلوا ولبدوا، الزول بياكل ويسمن عشان يجي يضيع الدين. لاحظت الحتة دي؟ دي أسوأ من من الدركة الأولى، دي دركة أسوأ وحطة من الدركة الأولى، زول ياكل عشان يحارب الدين ويحارب الحاجة اللي كان بيدعو له. ما مذكرين ذاك اللي كان بيقول لنا لا تجلس في مجلس جلس فيه مبتدئ وقال السلف، ما مذكرينه؟ بس أول طيارة مرق في الكويت، أول طيارة جاء كذب قال دي الحكومة الكويتية، بعد شوية جابوا رئيس حي التراث طفشوا به ونيالة، هذا ده الحكومة برضه تاريخ الضيب، بعد شوية جابهم في الدرس بتاع مسجد هناك البخاري، صحيح البخاري شرح صحيح البخاري، جابهم في الدرس على البدع ذاتهم، كل الناس شافوا، كل الناس شافوا موضوع انتهى. ليه؟ من أجل هذه الدنيا الفانية يا جماعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، بتاكلوا والله كلكم اللي قاعدين، والله كلكم تاكلوا، كلكم الله بياكلكم، هسي ماكلين ولا ما ماكلين؟ ماكلين يا أخي، الماكل كسرة ولك الجذات، في النهاية الشباب شبعوا الاثنين شبعوا، وممكن يكون بتاع الكسرة أقوى من بتاع الجذات، صح ولا ما صح؟ فكلنا ماكلين الحمد لله الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، صحيح البخاري، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ودلل الأهلك جماعة الدنيا، أنت قالوا ما عارفين الحق، والله النازل عارفين الحق معرفة قوية جدا، ورونا كثير من الحق، والحق اللي ورونا له كله خالفه، هذا ده العذور مش شنو ده يا جماعة.
والحزبين التبع تحي ديل التبع اللي بيجي يدافع يقول لك هذه الجماعه المباركه ده انت داير ادله اكثر من اللي حصل في الواقع شنو؟ ناس مشوا مع الصوفيه قالوا الصوفيه علمونا حب الرسول الجيل ذاك بتاع طابت هلك الله اهلكه ربنا اهلكه من السماء وارتحنا منه وارتاحت منه الدواب والبلاد والاشجار ديل طبشوا مشوا عزوا وقالوا هكذا فليكن الاخاء والا فلا برضو ديل التحت ديل التحت ديل برضو قاعدين برضو قاعدين ماشوا عشوا مع الكباشي الذي يزعم انه يقول لشيء كن فيكون التحت ديل برضو قاعدين جوا لسه طبشوا مشوا بطروا مع الصايم ديما ولا كان غدا ما بعرفه ولا ما هو في مبده برضو قاعدين ديل سالوا رئيسهم رئيسهم فوق عن التصوف قال التصوف مجموعه من السلوك الفاضله مجموعه من السلوك والاخلاق الفاضله وهو موجود داخل القران ذاته برضه التحت ديل قاعدين انا ما اعرف دارين شنو شيخه نائب الرئيس جابوا لابس اخضر شال في التلفزيون وسالوه عن الصوفيه قال الصوفيه كتابهم القران نحن القران هم السنه ونحن السنه هم بيقبلوا الكعبه ونحن بنقبل الكعبه هم رسول محمد نحن رسولنا محمد وبالله التوفيق برضه قاعدين التحت ديل برضه وبيدافع يجي يدافع ممكن يضاربك بالمناسبه ده مرض ولا ما مرض يا ناس الموضوع ده بقى اوضح والله اوضح من الشمس اللي بتطلع بكره واضحه واضحه لكن المرتب اللي بيجي للايتام ده المشكله اي اسمع عثمان ده اصلا صوفي ده قال ما في خلاف بينا السؤال الشيخ ابو بكر تفضل يا شاب السلام عليكم الشيخ يا بشار انا كنت مشيت زحت البصيره دار اشتغل معاهم اشتغلت تريننج يومين في اليوم الثالث خشيت المكتب بتاع المدير بتاع زحت البصيره ما اعرف اسمه محمد عثمان ولا منو لقيته شغالين قناه القبه الخضراء المهم تاي ميت النهاية هو هسه ارجع عليهم ولا ما يجوز ولا ترجع للقبة الخضراء ولا البصيرة؟ ما تمشي اليوم وزن الإجابة ال كده كفاية يا أخوانا خلاص عندنا اللقاء مفترض يكون يوم الاثنين في الراشدين ناس يسر أبو عزام هناك بعنوان الفتنة الجديدة فتنة الجديدة حولناه للاثنين البعدية إن شاء الله بس لمشغوليات شوية كده الاثنين البعدية إن شاء الله لقاء فيه مسائل مهمة بعنوان الفتنة الجديدة جزاكم الله خير بارك الله فيكم.